تم النزول اليوم إلى موقع منطقة العلم مع الأخوة في العمليات ومدير عام مشروع مسام إلى منطقة العلم من أجل تحديد مساحة المنطقة أولا كمرحلة أولى، ومرحلة ثانية يتم تقسيم المربعات، والمرحلة الثالثة عملية تجميع وتدمير كل ما هو موجود من مخلفات الحرب في هذه المنطقة في الأرض. ثلاث مراحل، هذه الأولى سوف يتم تحديدها بالنسبة لتحديد فترة العمل في هذه المنطقة. تم التكليف هذا طبعا من قبل الأخوة في مشروع مسام لنا بالنزول وعمل برنامج إلى كل هذه المعلومات. نشكر الأخوة في مشروع مسام، قيادة الأخ المدير العام، والأخوة في العمليات، والأخوة في مشروع مسام عدن على تكليفهم لنا وثقتهم لنا في العمل وإنجاح هذا المشروع، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع.